مرحبتي الحوار الصحراوي، مرحبتي أستاذ خريسكو وجماعة كاملة، مرحبتي أستاذ البشير، احتراماتنا وتحياتنا وتقديراتنا لك. أستاذ البشير، أنا السؤال عندي هذا هو اللي نقول لك تطرح تقول على الجماعة كاملين يا غرمان. ما يتحد بعد يومي هذا السؤال، كأنه خط أحمر مشي أنتم. بما أنكم توما كنتوا يقولوا عنكم في اللجنة العسكرية وكنتوا تحاولوا عنكم، والله قالوا عنكم أن يتعدلوا محاولة اغتيال شيء الوين وشيء أنتم سمعت منابر كامل تكلمت عنها. الوقت اللي في 84 شركتهم اللي محاولة ثانية قالوا عنها الاغتيال محمد عبد العزيز، وكان فيها كباش الفدار اللي فيها هو باهي الله يرحمه مسكين والنجار والسيد إبراهيم هذا مازال في فرنسا. أنا بغيتك تكلم لي عن الجانب اللي عاد تعرف عنه شيء، وكانوا حق والله بدو، وعلاش ليش هذا كامل اللي قال علاش كانوا خارج منه شيء ولا ما خارج، بما انك انت نعرفك عنك كابابل وعنك ما تخاف تحفظات ما فيك وحاول الصراحه تقولها. بغيتك تكلمني عن هذا الجانب اللي تعرف عنه شيء. جماعه كاملين اللي الاساتذه اللي طرحت لهم السؤال غطى عنهم، ما في واحد تكلم، واحدين قاعد جاوبوا غير ما عارفين، عارفوا ذاك اللي مثل ساكن اللي عارفين قالوا الاغلبيه الساحقه ما تكلمت عن الجانب كانه خط احمر. مرحبتي بك بشير. شكرا زروق، كومو تاس كيتال استاس، الحمد لله على لقائكم بخير. شوف، هما بناوا نظام مبني على الإرهاب، نظام على مجتمع معظمه جاهل، والناس اللي تفهم والله قارية شوي دارت منها مندسين، اللي يتكلم مندس، واللي يلبس دراعة مندس، واللي صنّت هو الموريتان مندس، واللي انت هذا تعرفه كاملين، واللي صنّت راديو اسبانيا والدخو دير ماتشو. احنا محمد اللي من احمد هذا كان يجينا محدنا نعدلوا البرنامج ديال التعليم 9 يونيو، وقلنا يلا الفجر، يقولنا يلا اللي يخرب يتفضل واللي يبني يتفضل، وانتم ولاد دخو دير ماتش تعرفوا لا تاكلوا لا البلاطانو، يقولنا بلاطانو. إذا معنى أنه الخلفية شينا حتى لا واحد أنه ماسي عنه قيادي، والقضية قضية معاه، نحن معه هو، فهمت غادي كيفاش. إذا قلت لك بناء سيستم نظام إرهابي مبني على القطب واحد، على حزب واحد، على رأس واحد، ويقول لك من القمة القاعدة والفكرة اللي قلتها تويشة، ولا الصورة مثلا خارجة الصورة قد شكها عبد الرحمن صغير ودقد وحنكو كنت تعرفه، وديك المسائل كاملة اللي خصيصة تعرفوا أنتم كاملين بس يجرج عليها، داروا نظام إرهابي. منين طال الزمن فهمتني وقال عليهم المسائل، عادوا يجيبوا واحدين كانوا مسيكينين من هو النجار، ذا النجار كان هو اللي يشد درب خديجة ويشري لها الملاح في الصوا هذه، يجيبهم لها مسيكين مسكين عندهم، وجابوا هون هو ذاك ذوك الرجال الثلاثة، وقالوا عنهم كانوا اللي يقتلوا الولي، وقالوا على الناس كانت اللي تدير السم في الكوبات، وقالوا. هذه حملة مستمرة، لأن من طبيعة الأنظمة ذات الطابع الواحد لأحادي منها تم دائما تتهم الغير بأنه هو العدو، فكرة العدو، وكالوا قلوب الناس بالعدو. المندسين هم اللي جابوا المستشفيات، المندسين هم اللي قرروا تركيا، المندسين هم اللي طبعوا 20 ماي، هم اللي خلقوا 20 ماي، المدسين هو دار المحافظة السياسية، المدس قولوا أن هذه القيادة قاعدة هي جابت في حد ذاتها. أنا قلت في التدخل نوبة فايت، قلت لهم تفضلوا، قالوا معي في تلفزيونكم كلكم يقول الجاب قاع هو، قلنا غلا أنت أهلك قاع، هي الدنيا ما جبتها، أهلك ما جبتهم، رعام في العيون ورعام في السمار ورعام في الداخل ورعام يربحوا الفضل ورعام وقراء وكلها قابض، وشي عنده مدرسته وشي عنده بيفي ديالي وشي عنده البيرو ديالي وشي كذا، علاش اهلك انت ما انطلقت حتى انت الى تلاحق من الوطنيه كامله اللي بس قعدت على مجموعه من الناس مساكين اللي نيتها صافيه وردحت فيها وقعدت عليها ياك سمعتني وتمزلت رادح فيها، ومزال ما تحشم لانك لو كنت تحشم تستاخر اللورا شوي وتفهم على انك انت ما اعطيت والو، انت ما ضحيت بشي، قول لي ذا ضحيت به شنو، جيب لي ناسك اللي ضحيت بها يا ايها المنظر اللي ما سي عندك مؤرخ وما سي عندك ما خرج شي، ونتحداك تقعد معايا في اي تلفزيون في العالم تحداك، انا اكشف نتحداك وتجيب لنا الجبت انت ما والخراب والظلم والعدوان الصحراويين اينما كان. الترك اللي جاوا من موريتان اللي قارين اللي هم رفعوا للتعليم مرقت منهم مهندسين كاملين، وجات الناس، وهذا اللي جاكم كامل مرق مجرم
اللي جا كامل من الساحل مجرم بالنسبة لي. أيوة هذا تبرهن على أنه حقيقة من هو كيف المعادلة، لا صير الحاجة تفهم من هو ذا ومن هو ذاك. أنت ما جبت حد، جبت عائلة من الرية ياك سمعت ولثامك حال كانت تعطيه لك النهم تعم هذيك اللي هو اسمه موريسا، لا جبت والو، جبت الخراب لهذه الصحراء وما زلت ماشي فيه. يعني تحداك جيب خوتك هذول اللي ذو ربح الفضة والعيون، جيبهم ياك سمعت العرب وديارهم وبلاتهم ومسايلهم، علاش ما تخلطهم على الشعب كي الناس الثانية؟ هذه أسطورة طويلة وقلبنا أنت نتكلموا فيها وأنت معناك لا يتحلها. فطلع لا نقدر عليها تنحل كاع لأنك رابح فيها، رابح فيها ذاك الشيء اللي كان فوق كي تقولوا أنتم ثورة يعود تحت، وذاك اللي تحت يكون فوق. الله يرحم فراش ولد الناس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات في منتدى الحوار الصحراوي. أنا بالنسبة أولا وقبل كل شيء أرحب بالأخ البشير، وسؤالي هو على أنه كانت هناك في الآونة الأخيرة يعني زيارات متتالية وسريعة، من بينها وزير الخارجية الجزائري الأمريكي، وفهمت إياها هذا زيارة ديمستورا للمنطقة، والوفد الأمريكي اللي كان في الحقيقة لغز. وبالنسبة لي السؤال، هل الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا يعني هذه التغييرات الموجودة في العالم وموجودة في الإقليم في الساحة الإقليمية لمنطقة النزاع، هل هي اللي تبقى مكتوفة الأيدي، والله هل اللي تفرض حل، لأن وتيرة التغييرات تبان سريعة في المنطقة والمصالح عاد تفرض يعني التدخل الأجنبي سواء أمريكي أو غيره، هل أمريكا اللي تبقى مكتوفة الأيدي يعني في ظل هاي التغييرات الطارية في المنطقة؟ شكرا عمر، شكرا عمر، جزاك الله خيرا كذاك على هذه الصفات. شوف هو واحد اللي يدخل السياسة اللي باغي بعد قاع الحقيقة بعدهم السياسة كيف قال تارندنت لبرداد. زيد نأكد، شكرا عمر، نزيد نأكد على أنه محمد الأمين الأحمد هو لعب الدور الأساسي والمحوري في الصراع نهار لغة ضد الولي، لأنه من جاونا في الزويرات حنا سبقناهم موريتان بأربعة أشهر، مرقنا المجموعة اللي مرقت من تحت إسبانيا كانت هذيك 10 أشخاص تقريبا أو 12، ومشينا بوتاتنا وجي مرقنا يوم 28 في شهر 1، وما جاونا إلا في شهر 5 تقريبا أو آخر، أنا كذبت عليك، أو آخر شهر 3 ولا بداية شهر 4، لأن المؤتمر الثاني هذا اللي في الزويرات درناه يوم 28. محمد الأمين هذا ولا أحمد، أنا مشيت قبال جبته أنا ولف شعر الله يرحمه من واكشوط من عند دار النهام سيدي لابس لها ثامة كحل، ياك سمعت عنده طوبة سيقة بقرة وسروالة كحل ثاني مولي، وضرع من بلمان متكسر حتى زاد قباله، وفوت يا أسرتي زرنا وإحنا ما عارفين، وجبناه معنا في الكاميون، وهو النهار الأول جايب بهذا الصراع من الداخل من المغرب، جايبه من الداخل، وكان يدحي العظمي، العظمي هذا مش ضحيته هو بالضبط، يدحي يقول له أنت أهلك أكثر من هذا وخصك أنت تعود الرئيس وكذا وكذا، وذا النوع اللي ذنه هو فهمت، وفهم مركب على ذوك الثاني الجماعة الثانية، وجاء جبار الجزائر من المصر حط لهم الخطة بأنهم يطيحوا بالولي في البداية، وعاقب المؤتمر الثاني ذاك هو منين قضوا الخطة، هم 5 ولا 6 راهم مازالوا قايمين ذاتي لحد الساعة بما فيه ذاك زيد عليهم البطل هذا اللي كان داروا على الأمن، كان هو رئيس الأمن الأبدي مع جماعة من لي كوموندون ديالو 10 اللي جايين متين دوك كاملين، فيهم الورقة وفيهم خندود وفيهم الجماعة اللي تعرفوها كاملين. إذا النظام نص نظام، وهذا النظام نص نظام اللي دار انقلاب عليه هما ما من احنا، احنا مشينا ضحيته كي مشى ضحيته الولي، كي مشى ضحيته الصحراويين، كي مشى ضحيته الموريتانيين، كي مشى ضحيته القضية إلى الآن، لأنه ما يهمهم مصالح الصحراويين ولا يهمهم مثلا هذا، خاص واحد يفهم ذلك. إذا الولي مثلا هو البيلاطس ديال البوليساريو، بيلاطس ديال البوليساريو، من معناها محمد الأمين هو البيلاطس ديال محمد ديال الجزائر، وهو اللي قبطوا الجزائر مثلا ومازالت خدامة به لحد الساعة، وفعلا هو اللي جاب الرسالة المحفوظة لبيب الله يرحمه وجابها له وقال له خاصك تقراها قدام اللجنة التنفيذية، وذاك من اللي جابوا عبد العزيز داروه رئيس، لأن الرئيس كان يعطي يعود واحد بعد على الأقل من ذوك اللي عندهم مثلا وضع ذاك هو يسمح لهم به، كي قلت قبيل محفوظ ولا
والله هذا سميته المرحومين كاملين، اللي هو هذا مسكة، والله واحد من اللجنة التنفيذية، وما جابوا محمد لمين، لا جابوا هذا عبد العزيز من الناحية، كي تعرف حقيقة خاصة رجاج مثلا يخلص من السياسة. وشو احنا كبرنا عندنا شو من الشيمات، هنا الشباب العاطف المندفع اللي ما يحلل والله اللي ما يجر، وسابق ذا كامل احنا مسلمين، مولانا ما قالنا عنا نظلم حد، ولا قالنا عنا نديروا عنصرية لحد، ولا قالنا عنا نشهدوا شهادة الزور. هذا بعد انا ما بغي نمشي فيه، هناني ماشي فيه، لا عيني فيه مولي، والشي ماشي فيه ما عندنا فيه. اذا هذا بقى قال لك عمر، فهمت غادي فاش هنا ما مشات الناس للحقيقة وطرحت المسائل كما هي بلا عاطفة بموضوعية، ما علينا نمرق من المأزق نهائيا. قلتها لك مرحبا بك الأستاذ البشير، على ذكر هذا الشخص اللي قاله محمد لبن أحمد، أنا قد سمعت بخبر رسالة مكتوبة رسميا من طرف الجزائريين، جاء هذا محمد لبن أحمد محمل بها وطلب من محفوظ لبيبة أنه يتريها ولا يقراها. مفادها أنه يتم تعيين شخص ما هو معروف، ما كان معروف إلى حدود ذيك اللحظة، في بلد ناس مفروض أنهم من الناحية القانونية يعود في بلد الشهيد الولي، خصوصا رئيس البرلمان سابقا اللي هو احمد بابا مسكه، والله المحفوظ اللي بيبك عضو مكتب سياسي، والله رئيس اللجنه، والله في منصب بعد يخولوا على انه يعود في هذا المنصب ما واحد ثاني. لو قديت تعطينا جواب مختصر عن هذا الموضوع ورانا نفتح النقاش عاد ذاك الاخوه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، من برا منتدى الحوار الصحراوي. ليلتكم سعيدة، كيف حالكم؟ شكرا لكم بعد على كل حال، ومرحبا، شكرا لكم الصقاع اللي جبت لنا هذا الضيف، ومرحبا بالضيف بشير معك الداه أحمد المكي. الله يسمعتكم، في المقدمة ذكرت أن شروط من بين شروط الحوار هو عدم العاطفة. والله حقيقة شهادة لله وله قدام وجهك، يا في كل قاع مداخلاتك في هذا المسار اللي فيه ياسر من الأمور مؤسفة، كانت قد ما تخلق اللي تزرق عنك العاطفة أبعد من الثريا، وتدق الحقيقة قبال الحقيقة. أسوأ من تعني، يا قريب يا بعيد، وهذا تميزت به. وقطعا عن هذا، هو قبال يعني صفات الصدق هذا، وحاجة مولي، لأنه شهادات ياسر من الناس أنه هذه الصفة فيكم من 75 الحقيقة، وهي هي اللي جعلتكم دائما تعرضت لذا كامل اللي تعرضت له من التهميش والتعذيب. مرحبا والله منتدى الحوار الصحراوي، ليلتكم سعيدة. السؤال الثاني، وكيف قلت قاع والله اللي محيرني كيفاش قاع اللي نطرح، هو أنا مؤخرا سمعت مقابلة لوزير خارجية موريتان 78 79 حاضر أيام توقيع اتفاقية السلم، ذيك السلام بين موريتان وبوليتان، وذكر عنهم في نيروبي والله في قمة إفريقية جبروا البشير وعنو قال معكم، وجبروه عاقب من خبطوا تشلا عاقب وقف إطلاق النار، وقالوا له خصك، قال لهم خصكم لا تمركوا، وعنهم هما كانوا يفكروا طريقة تعود يعني يفكروا طريقة للخروج، وأعلنهم وعجلتهم بوليزاريو. وعن ذاك التعجيل اللي عدت لهم بوليزاريو عنه كامل جاء في صالح المغرب. نبقي البشير يعلق على هذه الحقبة، هذه النقطة شو يشوف فيها البشير؟ هل تشيشير، هل مراهقة سياسية، ماذا لدى قيادة التنظيم آنذاك؟ سؤالي وهذا الوزير مولي أذكر أنه يتمنى أن ما تعود قضية الصحراء من القضايا اللي لا حل لها. وهذا الوزير راهو كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة،
كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ما تتعرف، كانوا في بريدة بعد من العالم، وشخصية كبيرة من خبراء القانون الدولي. مش يشوف البشير، هل هذه القضية اللي تعود من القضايا ما عندها حل؟ وهون اللي نتبع سؤال ثاني، انه مجي هذا الوفد الامريكي حقا يريد حل، مبادرة لحل النزاع بشكل نهائي، ام فقط يريد تبطيل مفعول هذا الصراع، يعود ما عنده تأثير على الاستثمار والعلاقات الدولية في المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منتدى الحوار الصحراوي. مرحبا بك مستهلك كاملين، مرحبا بك الأستاذ الفاضل بشير الدخيل. مرحبا سهلا، سمعت هيك المداخلة اللي فيها 6 دقائق وكذا، وحسن عدلت فمنا الرسالة هيستوريكا من عند الرسولوثيون كينثا كاتورث اللي مرقت في نهاية 1960، وعدت لها تقييم جيد. تكلمت عن العالم يعني تغير يعني من عالم يعني متعدد الأقطاب إلى عالم قطب واحد، ولحقت يعني مرحلة لا جلوباليزاسيون ولا العولمة اللي قلت عنها. هذه الشعارات يعني ما تلات عندها قيمة فيها، يعني ما تلات تصرف فيها. يقين احنا مولي في الظرف الحالي حقيقة، وهذه التحركات السياسية اللي خالقة اللي طارية على هذا الملف، دخلنا مرحلة جديدة كانت يعني مرحلة قطبين، مرحلة قطب واحد ولا لا جلوباليزاسيون. واليوم قاعد حسب يعني نظري والله نظر بعض المحللين، والله هذه الصحافه اللي تكتب تقول عنه اللي هو قاعد عالم متعدد الاقطاب والتحركات يعني خلقت يعني في خضم هذه في خضم يعني هذا التغير اللي طارئ لهذا العالم. يعني وفي نهايه المداخله قلت عن القضيه ما تحلها يعني الشعارات ولا تحلها العاطفه، ونوافقك الراي هون. يعني قلت عن تحلها يعني اراده سياسيه لدى الاطراف، يعني كيفاش يعني تنجبر يعني اراده سياسيه لدى الاطراف ما دام هما 4 اطراف، يعني طرفين رئيسيين يعني هم المتنازعين اللي جبهة البوليزاريو المملكة المغربية والأطراف المراقبة، ولا الأطراف يعني اللي يعني عندها ضلع في هذا الملف اللي هي موريتانيا والجزائر. يعني كيفاش يعني تجبر هذه الإرادة؟ نحن الصحراوي خاصة نعرفه داكور، نحن رانا قلنا والله موافقين عن هذا، ما يحلوه الشعارات ولا يحلوه ولا تحلو العاطفة، غير كيفاش يعني تجبر هاي نقطة يعني إرادة الأطراف وهما 4 أطراف وخمس الطرف الاممي هذا اللي حاول انه يعود هو وسيط ولا حل هاي القضيه. اذا احنا خاصه نعود بروغراماتيكوس ونشوفوا يعني هاي الاراده، يعني كيفاش يعني تنجبر يعني الاراده ما بين الجزائريين والمغاربه والصحراويين والموريتانيين والمجتمع الدولي معاهم يعني في نفس السله. مرحبا بك استاذ الاول. مرحبا بك وسهلتي الاستاذ الدهر. المشكله في هذا الشخص ما هي قال لها الحاضنه القبليه، منين يتروغ هم اللي بالثقافه موجودين ناس ثقف منه، ومن يتروغ هما اللي بالإنجاز على الميدان العسكري موجودين الناس، هو ما قد تخبط عمارة. إذا كيف يتم، على أي أساس تم الاختيار؟ هل هو على أساس قبلي ولا على أساس مستوى ثقافي معين ولا على مستوى إنجاز ميداني عسكري خطة عسكرية؟ ولا من تخلش تخلص لا شيء من هذا، لا شيء من هذا الثلاثة، وهذا معايير منطقية في اختيار المسؤول. الله تحياتي لك، والله لسؤال وجيه جدا. مشكور سي خاليسكو على نشر هذه التصويره، اذا كان هذاك الشخص اللي امنتك على فيدو سامسونيت فيدو العصريه وحامل كارو في فيدو اثناء استقبال الكورونيل هواري بمدينة الناطق الرسمي الصحراوي سويد من عبد الله. انا نظن عن لا داعي للبحث عن من خطط من برمجه قضية اغتيال الزميل الولي مصطفى السيد، ومن سجن عناصر اللي كانت مثلا تعرف في الصف معه، الصف الفكري وفي تلك البرمجة سابقا عن ذاك في هذه المنظمة وهي الثورة وهذا النظام اللي هو الشخص اللي حامل بقارو بين أصبعه عند البروتوكول استقبال الكورنيل بومدي رئيس الجمهورية الجزائرية في ذاك العهد اللي يكون يعني في السبعينات، بل قيمة استقبال الديكتاتوريات وثورة تحرير الجزائر. هذا الشخص صديق وحميم للنظام الجزائري، هذا هو صاحب السر الدائم للجزائريين في شرق قضية الصحراء. ياك فاهم باش تحمل قارو عند رئيس دولة لا يستقبل
عناصر مثلا تعرف ذات سيادة منطقة معينة، وفي شان حرب أو منطقة ذات نزاع شائك، أكفى نظن أنه فوق 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 النظام، أكفى شخص معتبر مقدر باش يعود كارد قارو بين أصبعه ويكمي قدام رئيس دولة أكيد الجزائر، أكفى قدام مثلا تعرف الناس اللي من بيئته مسؤولة تقليديا، نظن أنه هو فوق الدستور الجزائري. هذا الشخص من ناحية فكريا وعقليا أكفهم، هو اللي مدبر جميع الأشياء اللي لا تبشر بالخير في إطار قضية الصحراوية. ونظن أنه إلى حد الآن مازال هو المسؤول ذاك المدمر ذاك، هو الدين لهذه الأشياء اللي هي غير كرتو القارو أمام رئيس الجمهورية، واضحة القضية. نظن أنكم فهمتوا القضية من زاويتها.